بعد ما كانت الكلمة للإعلان، عودنا نتابع نشطنا ومضلنا بالعاصمة بيروت وتحديداً بأوتيل الموفنبيك لحتى نتابع الأجواء اللي أكيد قدمها مع استقبال العام الجديد للعام 2014 كل من النجمين أيمن زبيب ودومينيك حوراني. وعينا على الحياة بلبنان للأسف هيك، ونحن أملنا كتير كبير بنفسنا وبتفكيرنا، وإن شاء الله بتكون سنة 2014 بتنسينا كل شيء مرق بحياتنا ونقدر نقدم أعمال فنية أحلى وأفضل يا رب. ألبومي قريبا خلال شهر أو شهرين مع شركة روتانا. شكرا لأرابيكا ولصديقي الغالي وحبيب القلب أبو عدنان محمد ياسين.
بدي أخبركم أنه بسهرة موفنبيك رح نولعها، محضرين performance كتير حلوة، دانسرز من كي إيفانت وفاير دانسرز وقصص مفاجأة حتكون، وعندنا كوريوغرافيات حلوة على أغاني حبيتوها نصها لإلي ونصها مش لإلي. كمان رح غني غنيتي عم زعلنا للو يلي هي ألحان موسيقار ملحن بركات، وغنيتها الرحلة في ريال كريم حافتتح فيها إن شاء الله. حغني كمان أغاني حلوين حبيتون مثل عايشة وحدة بلاك لزياد الرحبيني وعهدير البوستة لسيدة فيروز، يعني هالجو اللبناني الحلو على القليلة تنخلص من 2013 اللي حملت كتير مقاسي وحملت كتير أوضاع سياسية واجتماعية بشعة. خلينا نفوت ببادرة خير على 2014، ألبومي الجديد أول 2014، كتير مبسوطة أنه حينزل هلأ، وأكيد عم تعرضوا فيديو كليب بطل فيه يلي هو من كلماتها لألي على شاشة عربيكا، وأكيد رح تتابعوا كليبات الجديد نقلرات. رح صور كمان فيديو كليب جديد أغنية لبنتي اسمها ديلارا، وعندي أكتر من عمل عم صوره، يعني هلأ عم فتحين شوي أكشن ل 2014. حاسة حالي لازم كتير نعود عن كتير مساعي، متفائلة صراحة بال 2014 لأنه الظروف السياسية وقفت لنا شغلنا وسدت لنا نفسنا، ما بقى كتير حابين لا نشتغل فن ولا نطلع على مسارح لأنه عم نعرف قد في ناس عم بتموت. فهلأ إن كان بسوريا أو بمصر أو بتونس أو بكل هالبلدان أو بالعراق، إن شاء الله هلأ تفرج بال 2014. بنات جولتنا على النجوم بحفلاتهم لاستقبال العام الجديد 2014، ومنوصل للحفل اللي طلت فيه الفنانة الشابة نايا، وأكيد إطلالتها كانت بالأطلال بلازا، وهناك عمل غنائي مختلف حطل فيه يمكن بالهندي، منتابع سوا. كتير حلوة، كان في كتير قصص حلوة، كان في كتير أشياء أنا إنه عملتها ونوعا ما رضيت عنها الحمد لله، بس إن شاء الله بال 2014 بكون في أشياء أحلى كتير. ديجا بعدني منزل هلأ غنية بعد ما نزلتها، رح تكون بال 2014 إذا بدك، اللي هي تايتل سونغ لفيلم هندي اسمه دوم مشالي. بعتقد هي أول عمل رح تكون بعد بس.